بالنسبة للسؤال المضمن وهو الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة المرابطية، فمن بين أسباب من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى انهيار وضعف الدولة المرابطية وهو وفاة أهم سلطان وهو يوسف بن تاشفين سنة 500 للهجرة، كذلك استئثار قبائل المتونة وقبيلة الأمير المرابطي بالملك والتفرد والامتيازات التي تقدم لأهل المتونة خاصة، ثم تقسيم المناصب العسكرية على أبناء هذه القبائل، قبائل المتونة الصنهاجية، إلى جانب الاعتماد على المرتزقة والمصطنعين في الخدمة العسكرية، ثم ميل الجيل الثاني من الأمراء إلى الحياة الطرف والدعابة وارتفاع النفقات والتكاليف الباهظة، ثم كثرة الزكوات والأعشار التي تفرض على أو فرضت على الساكنة أو المجتمع المغربي في هذه الفترة، حيث فرضت ضرائب جديدة في عهد علي بن يوسف وخلفائه من أجل أولا بناء سور مدينة مراكش بعد تزايد الهجمات الموحدية على مراكش، كذلك سيطرة الفقهاء الدولة المرابطية وتدخلهم في الحكم حتى أدى إلى بعض المؤرخين إلى تسميتها بدولة الفقهاء، كذلك أن هذه الفترة فترة ما بعد يوسف بن تاشفين اتسمت بالحياة الفقهية أو اتسمت فيه الحياة الفقهية بالجمود والاقتصار على كتب الفروع، حيث جاء بعد المرابطين جاء الموحدون وحاولوا التجديد في الفقه ومواكبة الفقه للواقع، كذلك تحول المذهب المالكي الذي بنيت عليه الدولة المرابطية إلى أداة لكسب المال وفرض قوة الدولة ضد الخصوم، إلى جانب حرق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، حيث كل من له دراية بالمذهب المالكي له أهداف خاصة وهو الرزق واكتساب المال في ذلك. بالنسبة للجانب العسكري فيتمثل في فشل القوات المرابطية في رد الاندفاع الإسباني والوقوف أمام الحملات خاصة حملات مملكة أراغون في السيطرة على ساراغوسا سنة 512 للهجرة، وبعدها تعاقبت الهزائم على المرابطين. أما بالنسبة للعلاقة القائمة بين العباسيين والمرابطين فهي علاقة شيئا ما تبعية، نظرا أولا لعدم الخلاف بين الخليفة العباسية والأمير المرابطي يوسف بن تاشفين، كذلك الدعوة للخليفة العباسي على المنابر، إضافة إلى حتى لقب يوسف بن تاشفين فهو لا يعارض الخلافة ولا يقوم على الخلافة، بل هو فقط أميرا أو أميرا على المسلمين في الغرب الإسلامي وهو تابع للخلافة العباسية. شكرا أستاذي أحمد على تقديمك لهذا الدرس الذي ربما أن حصة أو حصتين أو ثلاث فهي قليلة في يعني مقارنة بموضوع هذا الدرس. يعني في خصوص أو بخصوص يعني السؤال المطروح، ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة المرابطية؟ يعني كما هو المعروف أو كما هو معروف
يعني فإن الدولة يعني الدولة المرابطية أو الدولة الموحدية فهي يعني قامت على 3 أسس مهمة التي يمكن إجمالها على أن على يعني العصبية القبلية، ثم الدعوة الدينية، ثم الاقتصاد أو التجارة الصحراوية. يعني حيث أن يعني أن من سيطر على المسالك التجارية فإنه يسيطر على المجال بكامله. والدولة يعني الدولة المرابطية قامت على يعني أساس العصبية القبلية يعني الصنهاجية بزعامة اللمتونة، يعني قبائل اللمتونة. كذلك أنا أن هذه الصنهاجة يعني فهي يعني تتفرع إلى قبائل، يعني خصوصا معهد أو مهد الدولة المرابطية من صنهاجة الصحراء. يعني وهذه صنهاجة الصحراء تتكون من 3 يعني قبائل أساسية. الأولى هي مسوفة، يعني أنها كانت يعني تمارس الحرابة في المجال الصحراوي. بمعنى الحرابة يعني حماية القوافل التجارية، وأنها تقوم بالتجارة الصحراوية، يعني الملح والذهب يعني مع السودان أو نحو الجنوب. كذلك هناك اللمتونة، قبيلة اللمتونة لهم دور الإرشاد في الصحراء، يعني إرشاد في الصحراء أو إرشاد القوافل وتوفير الحماية للقوافل يعني في إطار ما يسمى بالحرابة. وجدالة، يعني قبيلة جدالة تسيطر على الخط التجاري تارودانت وعلى مملحة أوليل، يعني لأنها يعني تسيطر على هذا الخط التجاري. هذا فيما يخص يعني الأسس التي اعتمدتها. كذلك الدولة المرابطية قامت على أساس دعوة دينية، على أساس المذهب المالكي، وعلى التجارة الصحراوية، يعني خصوص يعني الأسس الثالث. وفي إطار السؤال يعني الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة المرابطية، فيمكن إجمالها كما قلت في إلى أن انتقال الحكم يعني إلى نظام يعني وراثي، لأن علي ابن يوسف بن تشافين ورث الحكم عن أبيه. كذلك يعني انهيار شرط العصبية، اللي هو شرط يعني أساسي لقيام الدولة، وظهور صراعات داخلية داخل الدولة. إن أصبحت الحروب يعني الحروب دفاعية، يعني في البداية كانت الحروب يعني لاسترداد، عفوا يعني أن الحروب يعني كانت سبب يعني رئيسي في يعني الثروات التي تحصل أو الإتاوات أو الخراج أو يعني التي تحصل عليها الدولة في فترة يعني اتساعها. لكن بعد ما وصلت يعني إلى ما وصلت إليه الدعوة، عفوا الدولة المرابطية، من يعني من شساعة وأوج، يعني لم تعد الحروب يعني للفتوحات يعني والحصول على يعني المداخل، وبالتالي أصبحت دفاعية، وبالتالي أصبحت يعني الحروب يعني مستنزفة لخزينة الدولة، خصوصا وأن القبائل يعني التي تشارك يعني في الحرب يعني كانت يعني بهدف يعني الحصول على لا أدري ما اسمها يعني. وبالتالي يعني أصبحت يعني وكانت يعني القبيلة يعني كانت تنخرط في الحرب يعني طوعة، يعني طواعية. وبالتالي أصبحت يعني مكلفة تعويض، يعني تعويض العصبية المتنشئة بالمرتزقة، أي أن الحرب يعني لم تعد يعني يشارك فيها القبائل عن طواعية، بل إنهم يعني دور المرتزقة، أي تقديم خدمة عسكرية مقابل أجر مادي. كذلك يعني في فترة يعني علي بن يوسف سميت الدولة المرابطية بالدولة الفقهاء، يعني نظرا لدورهم في تزكية يعني طريقة حكم الدولة ومساعدته في فرض الضرائب، يعني أن الدولة يعني أصبحت يعني تفرض ضرائب يعني جائرة، ويعني لم تكن يعني في صالح يعني المغاربة والمرابطين بصفة عامة. والعلماء يعني كانوا يؤيدون هذا الطرف، يعني نظرا يعني الامتيازات التي منحتها الدولة للعلماء والفقهاء. كذلك فرض الضرائب الجديدة مثل التعتيب، حرق كذلك، وهذا يعني سبب مهم، هو كتاب يعني إحياء علوم الدين للغزالي، يعني هو سبب يعني سبب رئيسي. وكذلك يعني الدعوة الدينية، دور الفقهاء في استغلال، وبالتالي
يعني الدعوة الدينية دور الفقهاء في استغلال المذهب المالكي للحفاظ على مصالحهم وعلى السياسات الجائرة للدولة، هذا يعني وغيره من الأسباب التي أدت إلى اضمحلال الدولة المرابطية. بالنسبة لسؤالك لماذا اختار الاتجاه نحو الأندلس وليس المشرق؟ أولا، هناك بعض المتون التاريخية تقول أن المرابطين لما وصلوا إلى مدينة الجزائر وصلوا إلى مجال تسيطر عليه قبائل صنهاجية أخرى، أي أبناء العمومة، لأن القبائل الصنهاجية هناك قبائل صحراوية وقبائل في الشمال أو غير صحراوية. لذلك توقف المد المرابطي عند مدينة الجزائر. أما بالنسبة للتوجه نحو الشمال فهو نظرا إلى دعوة ملوك الطوائف، وخاصة أحد ملوكهم بنو عباد، دعوا النجدة وطلب النجدة من طرف المرابطين وخاصة يوسف بن تاشفين من أجل صد للتحرشات النصرانية في شمال الأندلس. كإضافة أيضا من بين الأسباب التي جعلت الدولة المرابطية تنهار هو بعد ضم يوسف بن تاشفين للأندلس، حيث يعني قام ضده الموحدون وحرضوا بعض القبائل ضده لأنهم قالوا بأن يوسف بن تاشفين قد خالف مسار الفتح الإسلامي والتوحيد، وذلك عندما ضم الأندلس، حيث اعتقدوا بأنه هذا الضم لا يكون الهدف، هدفه هو نشر الدين بل غاية أخرى وهي الأسباب الاقتصادية. بالنسبة لسؤالك، هل يمكن القول أن الدولة المرابطية كانت من أفضل أسر حكمت المغرب؟ يصعب الحسم في هذا السؤال، وهذا السؤال أصلا يصعب أن تجد له جوابا مقنع، إلا أن القول الأساس هو أننا إذا تتبعنا خريطة المغرب في عهد المرابطين التي أرسلتها لكم وخريطة المغرب الحالية نجدها شبيهتين معا، أي أننا يمكننا أن نقول أن الدولة المرابطية هي التي وضعت أسس متينة لقيام الدولة المغربية إلى حد الآن، أي هي التي رسمت حدود بلاد المغرب الأقصى. شكرا أستاذي على هذا التوضيح وهذه المعلومات القيمة. يعني وكإضافة يعني أن الصناعة كما ذكرت يعني أنها تنقسم إلى ثلاث يعني أو مجالات، يعني كان هناك يعني صناعات المغرب الأوسط وإفريقيا، وهناك يعني سكيانين من بينها يعني المحمديون اللي كانت يعني تخشى يعني الدولة المرابطة يعني مواجهتهم، وهناك كذلك صنهاجة الصحراء كما سبق وأن ذكرت، يعني تتكون من قبيلة من 3 قبائل: السوفة، المتونة، وجدالة. وهناك كذلك يعني صنهاجة الشمال، الريف وغمارة، يعني وهي يعني تنقسم إلى فرعين، فرع يعني فرع الدلب والعز. هذا فيما يخص هذه النقطة، وشكرا على المعلومات القيمة جدا. شكرا اختي الفاضله، ولاني كنعترض معك في هذه الفكره. حك اصلا ملوك الطوائف هم مسلمون، اذا ما غاديش يكون هو اصلا حمايه للدين الاسلامي، وما يمكنش يكون فتح اسلامي. يعني وكإضافة يعني أستاذي في هذا الطرح، يعني يمكن أن نقول أن هناك تراقص
عبر الزمن أو كرونولوجيا التاريخية هناك تناقص بين العدوتين، عدوة المغرب وعدوة الأندلس، أي أن كلما تقوت يعني تقوى الكيان أو تقوت الكيانات في العدوى في عدوة يعني المغرب، ضعفت في عدوة الأندلس وعرفت يعني جوازات المغاربة إلى الأندلس. يعني مثلا في عهد يوسف بن دشافين خلال الدولة المرابطية، يعني وكلما تقوت يعني شوكة أو الاتحاد في عدوة الأندلس، ضعفت يعني وتراجعت يعني شوكة عدوة المغرب أو المغرب. يعني وكإضافة يعني حول دور يوسف بن تاشافين في إرسال دعائم الدولة، يعني أن دور يوسف بن تاشافين يعني تميز، أو عهد يوسف بن تاشافين يعني تميز يعني بثلاث محطات. المحطة الأولى عرف فيها يوسف بن تاشافين بقيادة الجيش ما بين 448 و452 هجرية، والمحطة الثانية هي النيابة على المغرب ما بين 452 و453. يعني النيابة يعني لما يعني عرف يعني الغرب الإفريقي أو الجنوب إفريقيا أو إفريقيا الغربية يعني تمردات، يعني وكان آنذاك يعني حاكم يعني الدولة المرابطية هو أبو بكر بن عمر، يعني خلف يوسف بن تاشافين نائبا له بالمغرب، يعني ويعني اتجه أبو بكر بن عمر نحو الجنوب. وفي هذه الفترة حقق يوسف بن تاشافين يعني امتداد الدولة المرابطية المعروف يعني في الخارطة، كما أرسل يعني الأستاذ أحمد ذلك. والمرحلة الثانية هي مرحلة الإمارة يعني أو تولي الخلافة، هي 454 و500 هجرية. وبهذا يعني انتقل من قائد عسكري إلى نائب وزعيم سياسي وإلى أمير المرابطين. ولكن هذا يعني أن لا يمكن أن نغفل على دور يعني شخصية مهمة معروفة، وهي دور زينب النفزاوية، يعني التي ذكرتها المصادر التاريخية بأنها يعني ذكية، ذكرت يعني وأنها يعني ذكرت بعض مثلا أنها كاهنة وأنها غاية في الجمال إلى غير ذلك. يعني هذه مواصفات يعني على هذه الشخصية اللي هي زينب النفزاوية. يعني كانت يعني تزوجت من 4 زعماء، كانت زعيم زوجة زعيم أوريكا، كذلك تزوجت من زعيم أغمات، مع ذلك تزوجت من أبو بكر ثم عمر، وراهنت على يوسف بن شافين لحكم وني، وكانت يعني رب وكانت يعني أنها تقدم نصح ليوسف بن تاشافين، يعني ومنحت له يعني ذكاءها، ويعني لها سياسة في يوسف بن تاشافين ليحقق ما حققه آنذاك. نعم صحيح، بالنسبة للنقط التي تناولتموها فقط كإشارة أن العلاقة الأساسية التي تربط بين المرابطين وملوك الطوائف أولا الحد من الصراعات بين هؤلاء الملوك أو هؤلاء الكيانات، هذه الكيانات السياسية فيما بينها، ثم الحد من الهجمات الصليبية أو الهجمات ملوك مملكة قشتالة وليون إلى غير ذلك. فحاول يوسف بن تاشافين أن يقوم بجواز من أجل الحد من هذه الخروقات. وفي المرحلة الثانية ذهب من أجل توحيد الممالك
مماليك الطوائف في الأندلس التي حاول بعضها التقرب إلى المسيحيين عكس بعضها التي ذهبت إلى مطالبة النجدة من المرابطين. بالنسبة للجوازات التي قام بها يوسف بن تشافين فهي 3 جوازات. الجواز الأول وهو سنة 479 وقعت خلاله معركة زلاقة. الجواز الثاني فشل في المرابطون في حصار أحد حصون في الأندلس بحيث أن بعض الملوك الطوائفي يدعمون النصارى ضد المرابطين. أما الجواز الثالث فوقع سنة 483 حيث قام يوسف بن تشافين بتوحيد الأندلس والتخلص من ملوك الطوائف، ومن بينهم معتمد بن عباد صاحب إشبيلية الذي سجن في المغرب. شكرا سي محمد على الإيضاحات فيما يخص الدولة المرابطية. فكما أشرت حول الإجابة على هذا السؤال، فهناك خلط ربما في ترتيب تلك العبور التي قام بها يوسف بن تشافين للأندلس. فالعبور الأول كان سنة 478 هجرية، فكان فقط لمعرفة أحوال أهل الأندلس، بينما معركة زلاقة فحدثت خلال العبور الثاني أي في السنة الموالية 479 هجرية، وفيها حدثت معركة زلاقة بعد استنجاد ملوك الطوائف لحمايتهم من الزحف المسيحي. بينما العبور الثالث فكان سنة 484 هجرية، وفيه استقر يوسف بن تشافين وعمل على ضم الأندلس إلى إمبراطوريته المرابطية التي امتدت من نهر السنغال. أعود أرسل هذا الأوديو حول موضوع جوازات يوسف بن تشافين حيث يلا بديت كنسجل فيه وغلقت الدردشة نظرا للتخلص من شك بعض الأساتذة في تلك المعلومات، لأنني ذهبت في الأول أن قلت أن 3 جوازات ولكن هي في الأصل 4 جوازات، وجاء الأستاذ صحح عدد الجوازات ولكن هناك اختلاف في التواريخ، وأرجع موقعة الزلاقة إلى الجواز الثاني ولكنها وقعت في الجواز الأول وليس الثاني. شكرا لصاحب المبادرة الأستاذ محمد على تقديم الدرس الجغرافية، واستسمح على هذا خرقي لهذا القانون كإشارة وتصحيح لبعض النقاط المتعلقة بجواز يوسف بن تشافين إلى الأندلس. فمن المؤكد أن الجوازات هي 4، أما تاريخها فالجواز الأول وقع سنة 479 من أجل تقديم المساعدة لملوك الطوائف ضد الملوك النصرانية، وفيه أي في هذا الجواز الأول وقعت معركة الزلاقة. أما الجواز الثاني وهو سنة 481 قام به يوسف بن تشافين بعد حصار ملوك الروم لمدينة بالنسيا، وذهب من أجل تقديم المساعدة لأهل بالنسيا، في الحين أن الجواز الثالث الذي جاء بعد 3 سنوات 484 للهجرة هدفه هو توحيد الأندلس والتخلص من ملوك الطوائف بعد تقديم بعض ملوك الطوائف المساعدة للنصرانيين ضد المسلمين في الأندلس. أما في الجواز الرابع وقع سنة 496 من أجل النظر وتفقد أحوال أهل الأندلس
هذه هي 4 جوازات التي قام بها يوسف بن تاشفين، وأستسمح على هذا الخرق القانوني. ومن أجل الاستزادة وتقصي الأمر، يوجد مقال مهم حول هذا الموضوع، وهو مقال موسوم بجوازات يوسف بن تاشفين، تحت نشر في مجلة دعوة الحق التي تنشرها وزارة الأوقاف، وهي مجلة رصينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد. شكرا أستاذ أحمد على تقديم هذا الدرس الذي جاء شاملا وجامعا. حقيقة أن دراسة الدولة المرابطية والدولة الموحدية من البداية إلى النهاية، من كافة المراحل، من مرحلة المهد ومرحلة الأوج ومرحلة الانهيار، صعب صعب. لماذا؟ نظرا لأن الفترة الزمنية التي حظيت بها الدولتين في حكم المغرب هي طويلة بالمقارنة مع الحيز الزمني الذي خصص لها وهي ساعة. لذا فإنني أقترح تخصيص حصة أو حصتين أخريتين إلى هذا الدرس من أجل إحاطتي به ومعالجته من كافة جوانبه. نظرا لظرف خاص لم أستطع أن أدلي بدلوي في هذا الدرس القيم. وتنظيميا للمجموعة، وسيرا بين موازاة بين التاريخ، بين مواد التاريخ والجغرافيا، أقترح المرور إلى درس الجغرافيا، لأن دروس الجغرافيا في السلك الإعدادي هي دروس بسيطة، خاصة دروس الجغرافيا، لأن دروس التاريخ تحتاج نوع من التعمق، تحتاج نوع من النقاش، لكن دروس الجغرافيا هي دروس منهجية بالأساس ودروس معلومات بسيطة جدا. لا، إن سمحتم أعزائي المرور إلى الدرس الثاني، الحصة الثانية والمتعلقة بدرس الجغرافيا، وشكرا جزيلا.